صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الصباح. صباح الفل. صباح الفل. صبح على ضيوفنا استاذه نانسي. حلو صباح الخير يا كريم. استاذه نانسي خبيره التجميل، طبعا كلكم شفتوها معانا في الحلقات السابقه. ومعانا الاستاذ سامح جابر، خبير وموزع الزيوت الطبيعيه وادوات التجميل الطبيعيه ناتشرال بودي كير برودكتس، مش كده مستر سامح؟ بالظبط كده. تمام. صباح الفل يا نرمين، معانا كل يوم كده. ان شاء الله الى مدى الايام. صباح عليكم من استوديو قناه ست البيت وبرنامج استباحه. النهارده عندنا حلقه خاصه عن منتجات التجميل وعلاقتها بالشعر. الخاصه بالشعر. طبعا شايفين انا مطول شعري النهارده على غير العاده، كنت ببقى بلمع ده علشان انا عملت ماسك من عند سامح في من الزيوت بتاعته، ونانسي خلصت عليا بماسك تاني مايونيز وحركات، فنبت لي شويه شعر قبل الحلقه. هنعمل ايه النهارده يا نانسي؟ احنا هنتكلم النهارده عن الشعر يا كريم. زي ما انت شايف عندنا الموز والافوكادو والبيض والزبادي، بس قبل ما نعمل بقى الماسك، طبعا اكيد كل الناس احنا داخلين دلوقتي او احنا في فصل الشتاء، فكل الناس بتشتكي من سقوط الشعر، قشره الشعر، عدم لمعان الشعر. طبعا كل المشاكل اللي عندنا دي لازم الاول عشان نعالجها لازم نعرف سببها. تمام. طيب سبب سقوط الشعر ده ليه اسباب كتير قوي، بعيدا عن ان انا مثلا اكون حامل ولسه جايبه بيبي وبرضع، ده طبعا لازم يبقى عندي سقوط الشعر. بعيد عن ان انا بغسل شعري كتير، طبعا انا بغسل شعري كتير ده بيوقع الشعر وما بنشفوش كويس. نرمين بقى النهارده برضو بما ان انت محجبه معانا، ففي ناس كتير قوي محجبين بيشتكوا فعلا من ان شعرهم بيقع. طبعا ده من ان انت طول الوقت لابسه الطرحه وكاتمه شعرك، بلس ان انت قبل ما تلبسي الطرحه لازم تلبسي حاجه قطن على الشعر، لان ده بيحمي كتير الشعر بتاعي. بس انا بالنسبه لي ما بقدرش، لان ده بيجيب لي صداع، لان انا البس حاجه وبعد كده الاشاره. بس عايزه اقول لك ان مهم قوي انك تلبسي اي حاجه قطن تحت الاشاره بتاعك. ازاي يعني تلبسي عشان حاجه زي مثلا طاقيه لخفه ولا لا؟ بندانه مثلا. بندانه قطن كده بالذات في المنطقه اللي قدام دي، دي بتحمي الشعر كتير يا نرمين من السقوط والكتمان بتاع الشعر. ده شتا بس ولا صيف وشتا يعني؟ لا، المحجبين صيف شتا لازم يلبسوا حاجه تحت الاشارة الحرير، عشان الحرير والسانسيتك الحاجات الالياف ديت خطر على الشعر. بالظبط. طب انا عايزه اسال حاجه بقى، بما ان احنا بنتكلم على المحجبات، لو مثلا المحجبه اخده دش مثلا وشعرها مبلول، ينفع لما بتلبس الاشارة وهو شعرها مبلول ده خطر على الشعر جدا؟ لازم انشفه كويس بالفوطه، يعني طبعا ما اقعدش اشد في الشعر بتاعي، لا، ويا ريت سشوار خفيف من بعيد مش بشد الشعر. لا، المهم يكون الميه دي ما انزلش بيها في الشارع، ولا وانا محجبه ولا انا مش محجبه على فكره. يعني في ناس كتير تقوم الصبح تاخد الشاور بتاعها تاخد بعضها وتنزل. لا، ده طبعا الرطوبه بتاثر، الشعر المبلول بيبقى فيه ميه، فانا ما بتعرض للشارع الرطوبه والتراب ده بياثر على الشعر بتاعي. ولو انت غطيتيه زي ما بيقولوا بيكمكم كده، بيكتم الشعر نفسه. لان الشعر ده زي اي حاجه في الجسم على فكره، فيها بيتنفس، يعني فيها تنفس طبيعي. احنا بقى بنعمل ايه لما بنكتم التنفس ده؟ الشعر طبعا طبيعي ان هو يقع، طبيعي ان هو يبقى فيه قشره، طبيعي ما يبقاش فيه لمعان، بيتقصف، كل المشاكل دي. بلس بقى ان احنا زي ما احنا شايفين كده شعرنا بيتغذى منين؟ ما احنا شايفين طبعا من جوه. مننا احنا. مننا. يعني احنا لازم نتغذى جامد جدا. يعني حاجات معينه في الاكل. الناس اللي بتعمل رجيم اساسي جرجير برده غير جدا للشعر. وفي حاله ان انا جففت الشعر بالاستشوار، ممكن بعد كده ان انا احط زيت جوز الهند، ده بيعوض العناصر اللي هي بيفقدها الشعر بعد الاستشوار والغسيل. وبرده في عندنا زيت اسمه زيت الجوجوبا، ده مطهر لفروه الراس. بالظبط. بالشعر بتاعنا لما بيبقى في الرطوبه ديت بيلم اتربه، فبيسد المسام، معنى ان هو سد المسام هيلاقي الشعر سقط وقصف. طب انا معنى كده ان انا ممكن احط زيت الجوجوبا دوت كغسول، ممكن استعمله كغسول واغسل بعد كده شعري، وتغسلي بعد كده عادي. غسول الشعر دي لازم تتساب على الشعر، يعني تتساب، ممكن تسيبها لمده ساعه، تحط عليه كيس بلاستيك يبقى كفر كده اهوت شويه، وبعد كده تغسله. دي الحاجات دي تغذي الشعر، تغذي الشعر، بتدي له الحاجات اللي هو فقدها اوريدي، العناصر اللي فقدها بيديها له، وتمنعه من التساقط والتقصف. انا عندي امل، في اي امل عندي ولا ان شاء الله حضرتك ممكن تستعمل زيت الارجان. زيت الارجان ده زيت مغربي
ده اسمه الذهب، زيت الذهب. حلو جدا. اه ده بيجي من المغرب بس، مش عندنا هنا في القاهره. اوكي. بيجي من المغرب. ده باطاله الشعر، التقصيف، بيدي عناصر جامده ولمعان، بيستعمل كسيرم زيه زي زيت الجيجوبا. الجيجوبا برده بيستعمل سيرم. سيرم وماسك للشعر، وزيت حبه البركه برده بيستعمل ماسك للشعر. لو اضفنا عليه نص ليمونه ده بيطير القشره وبيفتح المسام تاني. معنى المسام فتحت يعني الشعر هتتغذى تاني من جديد. لا انا بقى انا عايز اتكلم معاك باستفاضه، لان هو ايه، هما بقى لنا هو كام شهر بنصور البرنامج وكل حلقات الشعر بيبقى فيها العنصر النسائي طاغي. لا سرحي. لا انا قلت لك انا عندي ليك شويه اسئله نار. لا هو عايز اعمل الماسك بتاع نانسي. طيب نعمل، بص عندي 10 اسئله متحضرين. طب ممكن تساعدني يا كريم؟ اتفضل. ناخد بس عايزه تشقلبي المكان ولا انت بس بولا هتعملي لنا ماسك ايه بقى اول حاجه؟ انا بس عايزه اتكلم عن حاجه كده واحنا بنعمل الماسك، عن الناس اللي بتشتكي من القشره جامد قوي واحنا في فصل الشتاء. يمكن حاجة غريبة، احنا قلنا قبل كده عن الخل لو نفتكر في الحلقات السابقة، بس المرة دي بقى انا جايبة لكم حاجة غريبة شوية، الفلفل الاسود. لو جبنا نص كوباية خل وحطينا عليها نص معلقة فلفل اسود، مش يعني بصوا بالظبط قد كده، مش هنقول ده ولا نص. اوكي. يعني اقل نص من نص. ربع. ما هو الفلفل الاسود اصله حامي زي ما احنا عارفين. تمام. وقلبناهم مع بعض وابتدينا نعمل كماسك، نحط الخل على الشعر ونبتدي نجلس. شعر نفسه ولا جذور الشعر؟ لا فروة الراس. لان هو ده مخصوص لفروة الراس، لان فروة الراس هي اللي بيبقى فيها القشره. يعني كده كده يا وابتدي بالظبط، مش بضوافري زي ما بقول دايما، بصوابعي علشان ما اعملش اجرح فروة الراس بتاعتي. وابتدي ادلك لمده 5 دقائق. طبعا بصوا انا هقول لكم على حاجه هيحرقكم جدا، هيبقى في نار مش قادره استحمل. لو استحملتي ال5 دقائق تبقي هايله. لو استحملتي بعديها مره تانية 10 دقايق تبقي هايله. يعني كل شويه ازود يعني لو الوقت. عملته مره تانية بس عايزه اقول لك بيجيب نتيجه هايله. طب تورينا كده بتعمل ازاي نانسي؟ اهو خل هنحط نعمله مثلا عشان نوري الناس برضه. يعني قد ايه خل مثلا؟ نص كوبايه خل. تمام. ومعلقه نفحه الفلفل، الفلفل الاسود بتاعتي ربع معلقه تقريبا، ربع متهيألي. وطبعا بعد ما تعمل الماسك وبعد ما تعملي الماسك ما تحطيش صباعك في عينك وما تشموش طبعا. بجد لو في حد بيشتكي من قشره، طبعا احنا عارفين فصل الشتاء بنبقى لابسين دايما غوامق والقشره مضايقانا في هدومنا وبتنزل على الجواكت، شكلها مش حلو، محرجه. ولو عملتي كده ممكن تلاقي القشره وقعت على هدومك. لا اعملي الموضوع ده يعني بجد هينبسطوا قوي. يعني كل قد ايه؟ كل دي لو مره واحده في الاسبوع وما لقيتش القشره بتاعتك، طبعا هتغسل بقى بالشامبو المعتاد بتاعك اللي هو للقشره، يعني ده الاول وبعد كده الشامبو العادي. الكونديشنر العادي بتاعك خالص، هتلاقي بجد نتيجه هايله. بس متهيألي مع الحاجات دي ده يفضل ان الشامبو والكونديشنر يبقوا مخصوصين للقشره. مخصوصين طبعا. انا عايز اعرف حاجه، الماسكات والنصايح اللي احنا بناخدها دي دلوقتي اخدها بقى من وجهه النظر الرجال، دي للرجاله وللستات سواء؟ بالظبط. يعني الشعر ما بيفرقش معامله شعر الست لشعر الراجل؟ هو بس بيفرق في الطول والقصر. ده طويل بتستعمل كميه اكتر، ده قصير بتستعمل كميه اقل. عايز، في ناس بتحط في الاطراف بس، في ناس بتحط فروه الراس. زي سماد مثلا للارض، كانك بتسمد الدماغ. تحس يطلع كده. ايوه بالظبط. ايوه دي حقيقه. اديني حاجه فاهمه. يعني الماسك ده لفروه الراس، لان هي المشكله في فروه الراس. في حاجه تاني للقشره برضو، زيت حبه البركه وعليه نص ليمونه. كم دروب ليمون كده؟ كم نقطه ليمون على زيت حبه البركه؟ برضو نفس القصه. انا اتكلم باستفاضه. لا احنا عندنا كتير اكيد للشعر. انا معاك. طب نخش على الماسك اللي بعده. طبق تاني يا كريم. طبق اهو. عايزين نخش بسرعه. نعمل بقى الافوكادو، مغذي جدا برضو للشعر بتاعي. احنا ناس اوكي سوري. ممكن نشيل الخل خلاص كده. طبعا دي فيها بذره من جوه يا كريم. ممكن اقطعها لك انا؟ لا يا سلام، دي حافظه اهي. احنا هناخد بس ممكن نص واحده كريم. خلاط ثانيه واحده اجيب لك الخلاط. طيب انا عندي سؤال بس يا سامح، بالنسبه لل انت عارف انت من الناس طبعا، انت يمكن انت بتحس الموضوع ده في شغلك، بس يعني من وجهه نظر الكونسيومر او المستهلك، ساعات نخش كده محل زي مثلا من المحلات اللي انت بتوزع لها ونلاقي الازايز محطوطه وعليها بس ليبل كده مكتوب عليه مثلا زيت لوز. تمام. فالناس بتقلق، فهل الحاجات دي لها اعراض جانبيه؟ يعني هل ممكن انت تاذي نفسك؟
لا هي ملهاش اعراض جانبيه لو هو المنتج عامه بيبقى معصور على البارد. لما بتلاقي الليبل بس مكتوب عليه مثلا جوجوبا اويل انت ما تثقش فيه قوي، لازم تفهم هل دوت شركه حقيقيه ولا هي زيت وخلاص محطوط، ليها ويب سايت ولا ملهاش، وتبدا تشوف الشركه دي ايه بالظبط. وعامه دوت ملوش اي تاثير جانبي بالنسبه للزيوت الطبيعيه، لكن في ناس تاني بتعمل ميكسات زيوت او حاجات تانيه جدا ومعصوره على السخن ومش عارف ايه، ويقول لك ده زيت طبيعي. هو مش من هو مش طبيعي وتضرك الميكسات دي ممكن تضرك، لان مش اي زيت على زيت. ودلوقتي كمان انا بس عايز اقول ناس، في شركات معتمده زي مثلا الشركه بتاعت سامح بتوزع وليها ليبلز، ليها ليبلز، ليها ويب سايت، تقول لك الحاجه دي فيها ايه ومكونه من ايه، وما تعملش ده مع دوت او تستخدمه بطريقه معينه. طيب ممكن نعمل بقى الماسك بتاعي؟ مش عليا بقى، بتكلم الناس مش عليا، بتكلم الناس. لا لا لا، انا حسيت بيك ان انت ما صدقت حلقه شعر بقى. صح صح، تزرع ولا لا يا ماسك؟ وعلى فكره من الحاجات اللي بتقص في الشعر وبتوقعه المشط البلاستيك، مشط البلاستيك، يعني ممكن نستخدم مشط خشب معمول مش دلوقتي، خشب من زيت الزيتون ومن الصندل، ده حلو جدا ما بيقصفش، ما بيعملش الكهرباء اللي بتيجي ديت. ليا معاك كلام في الفصل اللي جاي. بصوا يا جماعه، احنا حطينا دلوقتي ثمره الافوكادو والموز وصفار البيضه، صفار بيضه، ده كله على فكره حلو قوي كمان للشعر الجاف قوي. وعسل، وعسل طبعا عشان يدي لمعان والغذاء بتاعي. والافوكادو كمان حلو قوي للشعر، ده معلقتين كده شعر جاف. بيعمل ايه؟ بيدي لمعان وبيغذي الشعر وبيطري الشعر وبيطول كمان. ودي نص كوبايه زيت زيتون. اوكي اوكي، ممكن نضربهم يا كريم؟ هضرب. لا نحط الثانيه الاول يا كريم. انت بتدور. ده يا جماعه هيبقى مش زيت بقى وكده زي اللي بنعمل بيه، ده هيبقى ماسك. ماسك. ونبتدي نفرده على الاول الجذور بتاعه الشعر. تمام. تاني تمام. على فكره وريحته حلوه قوي. ممكن تاكل كمان لو انت جعان. والافوكادو ده هيديكي ريحه حلوه، هيضيع ريحه البيض. بالظبط، دي اهم بولة. حاجه. ميرسي. ادي البوله، ادي انا جهز لك النهارده بلي. ده ماسك اهو، زي يعني في اوقات كتير بنجيب ماسكات في العلب بتبقى نفس التخانه دي. ده هيكفي شعر طويل على فكره، يعني نص الافوكادو وواحده موزه، واحده موزه ونص زيت زيتون نص كوبايه زيت زيتون وصفار بيضه وعسل نحل. ونسيبه بقى. سوري نانسي، بعد ده بنسيبه لمده، طبعا دي حاجات طبيعيه ما بتاثرش على الشعر خالص، فممكن نسيبها لمده ساعه ونحط بس كيس ونجيب فوطه سخنه نحطها تحت الحنفيه ونعصرها ونبتدي نعمل زي ماسك دافي للشعر بتاعي. يعني نلف فوق الماسك حمام وده بيقوي الشعر الجاف. بينعم وبيطول الشعر بسرعه. الماسك ده حلو قوي لو استخدمناه مره كل اسبوع. هايل. طيب هيل. خلونا ايه يعني نركز قوي في النصايح اللي هنديها النهارده. ماسكات رجالي وماسكات حريمي. انا عارف ان في رجاله كتير قاعده دلوقتي بتسال اسئله كتير على الشعر الحريم، بس صدقوني في الفاصل اللي جاي هنجاوب على اسئله كتير من اللي بتدور في بالكم. شوفونا بعد الفاصل ونرجع لكم في برنامج.